السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله جيتكم بواحد الجولة، جولة رائعة البنات، يعني بهذا الفصل، هذا فصل الشتاء، يعني شوفوا الأجواء كيفاش كتكون هنا عندنا في كندا. وقلت علاش لا ما نديرش لكم واحد الجولة في واحد المنطقة يعني قريبة ليا، ما بعيداش عليا، فيه ساكنة. ومن بعد مشينا تعشينا أنا والصديقات ديالي، وهاد الريستورا هادي يعني مختلفة على الأكلات ديالنا المغربية. كنتمنى أنكم يعني تبقوا معايا حتى النهاية. هاد الجولة هادي يعني ممتعة وزوينة بزاف، ويعني بشوارع ديال هاد المنطقة تقريبا اللي ساكنة فيها. كنتمنى أنكم تبقوا معايا حتى النهاية، وكنقول للبنات اللي يعني ديما كيشجعوني كنقول لكم شكرا لكم البنات، شكرا لكم بزاف بزاف. وكذلك كنتمنى أن البنات اللي مازال ما انضموش لقناة وصفات ملكة في كندا، كنتمنى أنهم ملكة غزات، كنتمنى أنهم يعني ينضموا لها، وكنتمنى كذلك يعني يشجعوني. هادشي اللي كاين البنات، وشكرا لكم بزاف بزاف، وهانتوما معايا حتى النهاية البنات، ما تخرجوش من عندي حتى النهاية ديال الفيديو. وشكرا لكم وإلى اللقاء، وكنقول لكم يعني استمتعوا بهاد الأجواء هادي. يلا البنات إلى اللقاء إن شاء الله، يعني في جولة أو في وصفة. يلا باي باي، إلى اللقاء.